بعد أكثر من 13 شهراً مرت على الحرب ضد أوكرانيا، تعرضت فيها روسيا لصنوف من العقوبات الاقتصادية والتجارية، لا تزال موسكو تتمدد سياسياً واقتصادياً. على الجانب الآخر، عانى اقتصاد الولايات المتحدة من آثار ارتفاع التضخم، سبقته تبعات جائحة كورونا، وتكللت الأزمات الأمريكية بتفاقم أزمة الطاقة والدعم العسكري وحزم المساعدات المكلفة لأوكرانيا في مواجهة روسيا. تطورات الحرب ستكون بمثابة حصان طروادة لسيدي الكرملين والبيت الأبيض العام المقبل، فيدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن في صراع انتخابي نوفمبر 2024 يسبقه في مارس من نفس العام جولة انتخابية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في روسيا الجميع ينتظر إعلانا رسميا من بوتين عن خوض الانتخابات لفترة رئاسية جديدة وسط رضا شعبي بحسب استطلاعات الرأي، والتفاف سياسي داخلي حول القرار السياسي في مواجهة الغرب الأوروبي بقيادة أمريكا. وفي واشنطن تحبط عوامل شيخوخة حظوظ الرئيس جو بايدن في التواجد لفترة ثانية على كرسي بلاده الأول، لاسيما وأن صراعه السياسي ضد دونالد ترامب لن يكون سهلا. ويعد بايدن أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وإذا أعيد انتخابه فسيبلغ 82 عاما في بداية ولايته الثانية و86 عاما في نهاية فترته في البيت الأبيض. على الجانب الآخر من المشهد العالمي، كشف استطلاع رأي حديث أجراه معهد ماريست لاستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة نشر مطلع إبريل الجاري أن 30% من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد هو أهم قضية تواجه الأمة، وقال 20% إن المشكلة تكمن أكثر في تهديدات الديمقراطية. كما بين الاستطلاع أن نسبة تأييد الرئيس جو بايدن انخفضت من 46 إلى 42% وفقا لصحيفة ذهيل الأمريكية. وأظهر الاستطلاع أيضا أن 49% من الأمريكيين لا يوافقون على بايدن. فماذا تحمل الانتخابات المقبلة لكل من بايدن وبوتين؟